الترحيب بحضراتكم. اكيد يعني كلامنا مستمر عن النادي الاهلي، واكيد مباراتين مهمين سواء بقى في الدوري الممتاز او في دوري ابطال افريقيا امام النجم، طبعا المباراه القادمه للنادي الاهلي امام الرجاء في الدوري الممتاز من الاسبوع الثالث المؤجل في الدوري الممتاز، ثم طبعا مباراه النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا. طبعا الحديث عن هذا الموضوع ايضا مواضيع اخرى هتبقى برضو بتخللها هذا اللقاء مع اثنين من النقاد الرياضيين المميزين، طبعا استاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي بهرام. برحب بحضرتك يا استاذ حسن. اهلا بيك منور. ربنا يخليك دايما باستمرار. ايضا استاذ ايهاب الفوري الناقد الرياضي بالمصري يوم، برحب بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بيك كابتن محمد، ربنا يعزك يا رب. طيب يعني خلينا ابتدي بامبارح، بمباراه امبارح ورؤيتكم استاذ حسن. انا طبعا انا يعني مش عارف مين الاكبر، ده بس مش فارق، اثنين اخوات اي حد. خلينا نبتدي ما دام بقى راحت حضرتك في الاول، خلينا نتكلم على مباراه الامس. يمكن شفنا يمكن اكتر حاجه محزنه في هذه المباراه هو خروج بعض اللاعبين باصابات، وده حاجه احنا ما بنحبهاش في يعني انا ما بحبهاش دايما في الكوره، انا كنت بتصاب كتير. صحيح. فدي حاجه بتحزنني، كانت انك تبعد عن الملعب دي بالنسبه لاي لعيب كوره حاجه يعني مش كويسه، انك بتبقى بتبذل مجهود وبتوصل لفورم معينه والاصابه دي تيجي تبعدك، خصوصا لما بقى تيجي بقى من حد او لعيب ممكن ما يبقاش، انا بشوف في الوقت ده ان هو مش مسؤول فبيخش فيك بطريقه ممكن يبعدك عن الملعب بشكل كبير، ودي في حد ذاتها انا ما بحبهاش في كره القدم. صحيح، بالذات يعني اللاعب دلوقتي بقى راس ماله هو وجوده في الملعب. صحيح. يعني واي اصابه بتاثر عليه حتى على المستوى الانساني، بلاش نتكلم على مستوى الملعب، على المستوى الانساني ببعده عن الملعب بياثر فيه ونفسيا وماديا وفي كل شيء، وبيفقده كثير من الحاله الفنيه والبدنيه اللي وصل اليها في المرحله اللي فاتت، وخاصه ان وليد سليمان لاعب مهم بالنسبه للاهلي. عندنا شيء حتى برضه كابتن الاتحاد برضه عنده حاجه في الجمجمه، كسر في الجمجمه. يعني بشكل عام يعني احنا بناخد كمثل اللي هو حاجه من ذكريات مباراه الاهلي او اللي باقي في الذاكره او حديث الشارع او النقاد او المحللين على ما حدث في خاصه بالنسبه لوليد سليمان. يعني فالقصه كلها ان طبعا المفروض يكون في يعني نوع من التوخي الحذر او اللعب بعدم خشونه زايده في حتى الالتحامات، لان انا شايف ان برضو اي لعيب دلوقتي بيفرق مع فريقه، يعني بيفرق خاصه في المرحله المقبله. لو ادينا مثال زي ما اتكلمنا على الاهلي، طبعا الاهلي عنده مباريات مهمه جدا وعنده منافسه على المستوى القاري، دي اكتر اهميه طبعا بالنسبه لل كممثل لمصر في هذه البطوله. فبالتالي انا بعتقد ان الموضوع طبعا محتاج وقفه شويه من اتحاد الكوره بالنسبه للتعليمات الخاصه بالمباريات، عشان حتى اللعيبه نفسها يكون عندها خوف شويه في المساله دي، لان في بعض الرعونه بتحصل من بعض اللاعبين او بتحدث خلال المباريات. الرعونه دي بتكون لها الاثار السلبيه اللي احنا شفناها دي، مش خاصه يعني زي ما انت قلت ان مش بالنسبه للاهلي فقط، لا بالنسبه لكل اللعيبه، يعني الحاله يعني بتخلي الناس كلها بتتاثر في المباريات. فاحنا عايزين احنا خاصه احنا مقبلين، يعني اللعبه ممكن تيجي دلوقتي او تبان على الشاشه صعبه، هي طبعا صعبه جدا، يعني صعبه صعبه، وخاصه ان وليد سليمان بالمناسبه يعني بيقدم مستويات كويسه في الفتره اللي فاتت. لا خلي بالك حتى كابتن حسن وكابتن حسام اعتمد عليه في مباراه النجم طبعا، فبشكل كبير هو يبقى لاعب اساسي في مباراه النجم الساحلي طبعا. يعني طبعا عشان برضو نبقى انا بقول لك وليد، شوف صعوبه الاصابه نفسها كمان طبعا، شوف الالم اللي بيمر بيه اللاعب نتيجه الاصابه، شوف الحاله اللي هو ده. وليد على فكره لعيب قوي جدا، ومش بسهوله ان هو يظهر هذه الالام اللي حاصله على الشاشه دلوقتي الناس شايفاها. انا اعتقد ان الاصابه جامده، واتمنى ان شاء الله ان هي ما تكونش خطيره وما يعني صعبه جدا. طبعا طبعا طبعا، وفيها تعمد وفيها خشونه زايده وفيها اشياء كثيره جدا، يعني المفروض الانسان او اللاعب ما يكونش بهذه الرعونه في التعامل. يعني فنتمنى ان شاء الله ان هي تكون يعني مش بالمستوى اللي احنا يعني متوقعينه. المؤشرات بتقول او الكلام بيتكلم ان شاء الله دي خبطه كدمه قويه، نتمنى ان هي تنتهي على بالراحه الفتره الجايه، تبقى ترجع بوليد سليمان ان شاء الله للمباراه القادمه. فبس هي رساله لكل اللعيبه ان هي برضو تبعد عن الخشونه الزايده في الملعب. احنا المفروض داخلين على مرحله مختلفه، يعني حتى بعيدا عن المستوى المحلي او المستوى بالنسبه للانديه، احنا داخلين على مرحله كاس عالم، فالمفروض اللعيبه كلها بتحاول ان هي تظهر نفسها بشكل افضل من كده، وتحاول ان هي البطوله ترتقي في فنيا، عشان نتفرج على ناس عايزه فعلا ترشح نفسها ان تكون موجوده في الصوره، او تعبر عن ان البلد اللي وصلت كاس العالم ووصلت كاس العالم عندها برضو دوري قوي ودوري كويس،
فانا اتمنى فعلا ان يكون في المرحله الجايه يعني، للاسف يعني الدوري بيعود وبتعود معاه ازماته، بتجد ان كل نفس المساوئ ونفس التصرفات بتاع بتاع الموسم اللي فات النهارده، أزمات التحكيم مستمرة، المسؤولين في الأندية برضو نفس الصراع ونفس الأحاديث أو ردود الفعل على أزمات التحكيم، مفيش علاج للمشاكل أو مفيش تغير، يعني نفس الحالة. رجع الدوري، خرجنا من الحالة اللي كنا فيها مع المنتخب ومع النادي الأهلي ومع الأندية اللي بتمثل مصر في البطولات القارية ووصول لكأس العالم، وحالة جميلة جدا سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوى الناس كلها سعيده بهذا الانجاز اللي حصل. ترجع للدوري تظهر تاني نفس مساوئ وعيوب الكره المصريه، تجد نفس الاشياء اللي بنعاني منها، تجد نفس الحكايه اللي احنا عايشنا فيها الموسم الماضي. طب فين الجديد؟ ما احنا عايزين حاله مختلفه، احنا دلوقتي في حدث مختلف فبيتطلب ان تكون الحاله مختلفه حتى في معالجه الاشياء. فللاسف احنا بنمر بنفس الذكريات الموسم الماضي هتعود تاني ونفس الاحداث، ويبدو انه مش هيكون في تغيير كما نتوقع. الاسبوع الخامس نتمنى الامور تتلحق، لان هو ده من الاسبوع الاول واحنا بنتكلم على جزئيه التحكيم. يمكن في ايضا في مباراه طلائع الجيش كان في كلام على جزئيه التحكيم ما بين الاهلي وطلائع الجيش، ما النهارده جدا يعني. الزمالك برضو في كلام. استاذ ايهاب خليني اكلمك برضو على المباراه الامس، طبعا الجزء الفني انا يعني هرجع لك فيه يا استاذ حسن. في خليني اكلمك على مباراه الامس ورايك في هذه المباراه من حيث الاداء وخساره بعض اللاعبين ممكن النادي الاهلي بيعتمد عليهم في الفتره القادمه لا قدر الله ان شاء الله، بس يرجعوا بالسلامه بامر الله. طبعا مباراه النادي الاهلي امام الاتحاد، رغم المكاسب العديده اللي اتحققت للنادي الاهلي في المباراه، ان انت اطمنت على فرقتك قبل مواجهه مهمه امام النجم الساحلي، وان كان قبلها في مواجهه الرجاء. واحنا الكره او الرياضه عامه بتقول لك الفوز بيجيب فوز، يعني لما بترجع تلعب بقالك فتره ما بتشاركش ترجع تكسب بتبقى دفعه كويسه معنويه لعيبتك، بتدخل بتفوقهم. الخسائر اللي اتعرض ليها النادي الاهلي بيمر بمرحله صعبه، وهو مقبل على مباراه مهمه وفارقه في مشواره الافريقي ومشواره العالمي نحو العوده للمشاركه في مونديال العالم اللي هتستضيفه دوله الامارات. النادي الاهلي بيغيب عنه احسن او ابرز عناصره عبد الله السعيد منذ فتره منذ مباراه النجم الاولى وهو ما بيشاركش مع النادي الاهلي. عبد الله السعيد واحد من اهم العناصر في النادي الاهلي، يضاف اليه بعد مباراه الاتحاد السكندري اصابه وليد سليمان، حتى لو كانت كدمه شديده احنا كلنا شفنا قوه الضربه وقوه الالتحام. اعتقد ده بيدي صعوبه على لحاق وليد سليمان او على وصول وليد سليمان لنفس الفورمه اللي هيبقى انت محتاجه فيها في مباراه النجم، لان انت عندك مباراه الاهلي والرجاء يوم الاثنين يوم 15 بعدها بحوالي يعني 16 بعدها بحاجات بسيطه يعني يوم بعدها بست ايام مباراه الاهلي والنجم. فكنا نتمنى ان وليد سليمان يبقى موجود واقف على رجله، ادي قدامك على الشاشه اهو العنف اللي شفناه مع صالح جمعة. دي مش مقصوده يعني، هنقول مثلا غصب عنه، لكن بتاعت وليد الصراحه باينه واضحه جدا. وقعت وليد سليمان احنا لازم نقف عندها ولازم نتكلم، لان كان في احتكاك بين وليد سليمان وتقريبا نفس اللاعب في نفس المباراه، واتقال او انا شفت ليه صور ان هو بيركض الان، ربنا طبعا يعافيه ويشفيه في احد المستشفيات، وان التشخيص المبدئي عنده كسر في الجمجمه. فلو اللاعب ده كان تعرض فعلا للاصابه من وليد سليمان في الشوط الاول، فانا اعتقد ان اتحاد الكره لازم يقف وقفه قدام الضربه ديت، لان دي ما فيهاش هنا الخشونه مش متعمده بس، لا ده انت بتاخد طارق او انت بتنتقم او انت داخل بتلعب حسيت ان الحكم ما عملش حاجه مع وليد سليمان اللي هو ضربك في المباراه، فانت بتحاول تنتقم منه. فاحنا حولنا المباراة من مباراة كرة القدم حولناها لخصومة سائرية بين لاعبين على البساط الأخضر. فأنا شايف إن لازم يبقى في تحقيق في الواقع من البداية للنهاية، من أول ضرب وليد سليمان للاعب الاتحاد لغاية ضرب لاعب الاتحاد لوليد سليمان. إذا كان وليد سليمان تعمد الإيذاء يعاقب، ولكن إذا تعمد لاعب الاتحاد الإيذاء ردا على
ما فعله مع وليد سليمان في المباراه، فاعتقد ان ده بيفرغ الرياضه وبيفرغ الكوره او مباراه الكره القدم من معناها الحقيقي، وبيحولنا لساحه من الانتقام وساحه من الصقر، فده امر غير مقبول في الملاعب. وده برضو بيخليني اروح لحته التحكيم. لازم الحكم يبقى في الملعب واقف يعني مالي مركزه، لازم يبقى اللاعب سواء من الاهلي او من الاتحاد او من اي فريق يبقى شايف الحكم ده وهو في كامل هيبته، يبقى خايف ان هو يعمل حركه زي كده او اي حركه تانية، لان هو هتبقى عارف ان الحكم ممكن يكتب في تقريره موضوع عقوبه او يكتب كلام يخليه يغيب مثلا لمده 8 مباريات او 12 مباراه حسب التقرير اللي يكتبه. لكن للاسف معظم الحكام عندنا بيبقى نازل المباراه بيبقى عنده نوع من الهزه، عدم الاتزان الانفعالي، وده بيوصلنا للحاله اللي احنا شفناها واللي ممكن توصلنا ان لسه يعني تخيل واقع زي كده وانت بتلعب في مباراه تعتبر في بدايه الموسم، لا الاتحاد مهدد بالهبوط ولا بينافس على الدوري، ولا النادي الاهلي بينافس على الدوري ولا بعيد عن يعني عن المنافسه. صحيح. انت لسه في بدايه الموسم وبتعمل كده، ما بالك بقى لو المباراه دي بيتحدد عليها مصير فريق اتحاد السكندري دخوله في مربع ذهبي او هبوطه، او بيتحدد عليها فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، اللعيبه تعمل ايه في بعض؟ طب خلينا يا استاذ انا اكلمك على الاداء الفني بقى امبارح ورايك في المباراه نفسها. كان النادي الاهلي كان دي تاني مباراه لي، لان طبعا الانشغال في منتخبنا الوطني وايضا بطوله افريقيا وتعادل الاول للنادي الاهلي في اولى مباراته في الدوري الممتاز امام طلائع الجيش النهارده او امبارح كان مهم جدا، بدايه تبقى قويه حصول 3 نقاط عشان الحفاظ على اللقب نفسه، وده هو هدف فريق السنه دي، وايضا هو عنده هدف تاني هو بطوله افريقيا والحفاظ على لعبته عشان المباراه القادمه. شوف المباراه فنيا للنادي الاهلي امبارح ازاي، والاطمئنان بقى كمان على واحد زي محمد هاني او واحد زي حسين السيد. شوف اولا طبعا في فرق بين حاجتين لازم نفصل بينهم في العوده لمباريات الدوري. اولا الفوز مهم، الفوز مهم وتجميع النقاط مطلوب، وخاصه الاهلي في فتره انشغال الى حد كبير الهدف الاكبر وهو بطوله افريقيا والتاهل لكاس العالم للانديه. فبالتالي المساله بتختلف ان انت لازم تفوز، لازم تفوز معنويا، الفوز مهم. على المستوى الفني مش هيكون الناتج معاك بنسبه 100% او بنسبه كبيره. ليه؟ لان انت راجع برضو بعد فتره غياب عن المنافسه المحليه، كان عندك اهداف وما زالت هذه الاهداف بتشغل تركيز لاعيبتك، بيركزوا على الهدف الاسمى كان انشغال بالبطوله الافريقيه، ثم اللعيبه نفسها الدوليين عندك راحوا مع المنتخب، فكان في حاله برضو عدم تركيز كامل للبطوله المحليه. فالعوده عوده جيده على مستوى الفوز وتحقيق ال3 نقاط وتجميع نقاط في هذه المرحله اللي الاهلي بيغيب فيها ويبتعد ثم يعود وهكذا، ده امر مطلوب جدا. ثانيا فنيا ده زي ما قال اخويا ايهاب ان ده على الاقل بيطمن الجهاز الفني على مستوى او حاله اللاعبين الموجودين معاه، وخاصه المباريات الرسميه بتختلف عن المباريات الوديه بشكل كبير. صحيح. اللعب الرسمي بيظهر كثير من الايجابيات والسلبيات، وبالتالي السلبيات انت بتركز عليها في خلال استعداداتك. ثالثا مهم جدا ان انت تلعب مثل هذه المباريات في طريق الاستعداد للمنافسه او العوده للمنافسه الافريقيه، خاصه انت عندك ماتش مهم جدا انت بتستعد له. اعتقد مباراه الدوري هتكون استعداد جيد. ليه؟ زي ما حضرتك قلت انت عندك عناصر هتغيب، فبالتالي هذه العناصر محتاج ان انت تجهز البديل ليها بشكل جيد، فده امر مهم جدا. على المستوى الفني بالتاكيد الاهلي استفاد كثيرا من المباراه، اطمن على كثير من اللاعبين. طبعا اصابه وليد سليمان ان شاء الله تمر على خير، لكن كثير من الاشياء اكيد الجهاز الفني كان مهم ان يخرج منها فنيا من هذه المباراه. كل الامور بتؤدي ان مباريات الدوري هتفيد جدا قبل مباراه الترجي. صحيح. نجم الساحلي. ليه؟ لان انت طبعا عندك بعض الغيابات، عندك بعض الاصابات، لازم تجهز البديل المناسب، تجهزه في مباراه وديه مش هيكون بمثل اللعب في مباراه الدوري. المطلوب من الاهلي ان هو معنويا خلال الماتشين اللي هيلعبهم قبل مباراه النجم ان هو يجمع فيهم الفوز، ده امر مهم جدا. حقق الخطوه الاولى امام الاتحاد وامام الرجاء، اعتقد المساله ان شاء الله مش هتكون صعبه، وهتكون على الاقل بروفه اخيره قبل مباراه النجم الساحلي. فالعوده فنيا عوده مثمره، عوده على حساب يعني على وضع الحسابات الرقميه او الامور الحسابيه بالنسبه
المنافسة على بطولة الدوري أمر جيد جدا. فأنا أعتقد أن المسألة مبشرة أو مسألة كانت مفيدة بشكل كبير في العودة بالنسبة بعد الغياب، وخاصة الأهلي يعني لعب مباراة في الأسبوع الأول ثم اختفى فترة صحيح. طويلة بعد عن المنافسة المحلية. فأنا أعتقد الأمور بالنسبة للأهلي أمور جيدة جدا، العودة عودة مثمرة سواء على مستوى النقاط الثلاثة اللي حصلهم أو حصد عليهم في هذه المباراة، أو على الناحية الفنية فيما يتعلق بالتجهيز لمباراة النجم الساحلي. وأعتقد الأهلي عنده عناصر جيدة جدا. في بعض الأشياء طبعا، في بعض الملاحظات سواء على بالنسبة لوليد أزارو، البعض اتكلم في هذه النقطة كثيرا جدا، لأن أنا أعتقد أن وليد هيأتي يعني مع الوقت ومع الانسجام ومع كل شيء هيكون يعني في الفترة القادمة، أعتقد أن هو هيبتدي هيكون من أفضل المهاجمين. وتصريح كابتن حسام بدري عن وليد بالذات أن هو مش قلقان عليه، هو يعني مستني منه شكل معين وده هيحصل، بيقول للجماهير ما تقلقش. ده تصريح كابتن حسام. هو طبعا يعني امكانيات اللعيب كويسه، ولكن طبعا حته الرعونه وحته امام المرمى هي محتاجه شويه ثقه بس بالنسبه لفيرو ده. شوف هو طبعا عشان جماهير النادي الاهلي دايما بتنتظر الفوز طبعا، ودايما بتكون مترقبه او كل بيكون مترقب لحظه التسديد على المرمى او لحظه تسجيل الاهداف، فكثير من الفرص بتكون متاحه، وخاصه ان المباريات في هذا يعني المباريات كره القدم اصبحت تعتمد على انصاف الفرص، يعني اي فرصه ممكن تفرق في مباراه تفرق في نتيجه كبيره زي النجم زي الترجي والمباراه. فعشان كده الامال موضوعه بشكل كبير على وليد ازارو، ان هو في الوقت الحالي هو اللي يعني العبء الاكبر عليه في مساله الهجوم. يمكن هو المهاجم الصريح الوحيد، اجاييه ساعات بيكون قدام ساعات ورا بيسجل اهداف بشكل كويس، لكن وليد ازارو محطوط في منطقه راس الحربه الصريح المباشر. فالمفروض الناس مستنيه ان هو يكون القناص بتاع النادي الاهلي، القناص اللي يقدر يخطف اي فرصه يسجل منها هدف، لان الاهلي بيبني هجمات كتير وبيوصل للمرمى كتير وبيكون مهدد في فترات طويله، لكن مساله تسجيل الاهداف محتاجه بقى العقل اللي ممكن يسجل بسهوله. فعشان كده وهو ده كان النادي الاهلي بيدور عليه في الفتره اللي فاتت. فانا اعتقد ان المساله ممكن في الفتره الجايه تشامبي او وليد ازارو يعني. بالظبط في الفتره الجايه ممكن يكون ان شاء الله يعني وليد مثمر بالنسبه للنادي الاهلي. ممكن بيبقى فيه صعوبات في الاول في التاقلم في التجانس في الثقه بعض الاشياء، لكن اعتقد هو خامته جيده، وده يعني اللي خالق حاله جدل حواليه. عشان في البعض شايف ان هو مش يعني صفقه ممكن تكون مش مثمره لانه بيسجلش اهداف، والبعض شايف ان هو لا هيكون مستقبل هجوم الاهلي في الفتره المقبله. فما دام في جدل يبقى اذا الجدل دايما بيكون لصالح اللاعب، يعني ان اكيد طالما في اختلاف في وجهات النظر على لاعب معين فاكيد الحاجه الايجابيه بتصب في مصلحه اللاعب. صحيح صح ولا مزور. فبالتالي يستحق من خلال هذه النقطه الايجابيه ان يتاح له فرصه. صحيح لو عدم هو المفروض يشتغل على نفسه يعني، اكيد هو طبعا بيتكلم عربي زينا وعارف طبعا وسائل الاعلام المصريه. صحيح. فبالتالي يعني ايه ده كلاعب، لان هو لاعب مميز، لاعب موجود جوه النادي الاهلي يبقى لاعب مميز ايهاب، فبالتالي يهدى ويبتدي يشتغل على نفسه في حته الانفرادات، لان هو واضح في حته الانفراد ان هو عنده مشكله قصور. اعتقد حسين بدري هيشتغل عليه، هو كمان لازم يشتغل، لازم يبقى هادي. حتى انا شفت لقطه امبارح سعد وهو بيقول له اهدى، يعني سعد سمير اللي هو يعني سيد باك ملوش دعوه بالكوره، هو على فكره المرمى والتهديف إيه؟ عايز اقول نقطه، هو بيرهق المدافعين بشكل هو بيتحرك كويس قوي الصراحه، ينقصه فقط التسجيل. ده حقيقي. استاذ ايهاب يعني برضه راي حضرتك في المباراه وفي الجزئيه دي كمان، وايضا الاطمئنان بقى على اللاعب اسمه محمد هاني ممكن هيكون هو الخيار الاول لكابتن حسام البدري في مباراه النجم. بص هو طبعا من مباراه الاتحاد يعني انا عاجبني اداء النادي الاهلي. لما تتفرج على المباراه بشكل عام الاهلي من البدايه للنهايه بيلعب من لمسه واحده، مفيش لعيب بيحتفظ بالكوره كتير، حتى اللعيبه اصحاب المهارات الخاصه يا دوب يعني الكوره والثانيه وبيحاول ينقل لزمايله زي ما احنا شايفين صالح جمعه على الارض، كله بأول الكوره ما بتجيلك الكل لو رتم كان سريع كمان، ما انا نهاية اللمسه الواحده بتدي رتم طبعا، بتدي رتم. فلعيبه الاهلي كلها، وانا طبعا يعني ده كلام لازم يعني يتقال في حق الكابتن حسام البدري، هو شغال على الفرقه بتلعب من لمسه واحده، بتلعب بنفس يعني الطريقه اللي بتتناسب مع يعني فريق بطل بينافس على بطوله محليه، بينافس على بطوله دوري رابطه الابطال الافريقي.
فانا الاداء بتاع النادي الاهلي في مباراه الاتحاد لو نظرنا ان انت عندك فتره توقف بسبب انشغال المنتخب الوطني امام مباراه الكونغو، فانت كنادي اهلي قدرت ان انت تتجاوز الفتره ديت، رجعت مش حاسس وانت في الملعب ان عندك في عبء عند لعيبتك، لعيبتك مش بعيد عن الـ عن الـ عن البساط الاخضر، اللعب من نقله واحده، اللعب في حاله يعني حاله مزاجيه عاليه عند معظم لعيبه النادي الاهلي. صحيح. يعني والحاله دي لو فضلت موجوده انت محتاج الحاله دي في مباراه النجم، السرعه في الاداء في مباراه زي النجم هي الحل الوحيد بالنسبه لك. اللي ميز النادي الاهلي في مباراه الترجي في القاهره رغم ان انت تعادلت 2-2، واللي ميز النادي الاهلي في مباراه الترجي هناك واللي انت تعادلت اللي انت كسبت فيها 2-1، واللي ميز النادي الاهلي رغم الخساره من النجم الساحلي هو اللعب من لمسه واحده والضغط على الخصم من البدايه للنهايه، هو اللي خلاك تسجل في الثلاث مباريات رغم ان انت تعرضت لبعض الظروف وبعض الضغوط الصعبه اللي ما يتحملهاش اي فريق في مباراه الترجي الاولى، ولكن ان انت بطريقه لعبك خلصتك من مباراه صعبه جدا، مباراه تكاد تكون مستحيله، فريق الترجي انت كسبته ثلاث مرات على ملعبه، حته انت تروح تكسبه مره رابعه الناس كلها مركزه لك هناك والناس كلها تقول لك النادي الاهلي جاي، فكله عامل حسابك، والنتيجه بتاعت القاهره تخليهم يقفلوا الملعب وخطه الشمال الفرق الشمال الافريقي تقدر تقفل ملعب وتخليكش تلعب، لكن الحل عند النادي الاهلي ان انت بتنقل من لمسه واحده بتقدر تفتح الاجناب بتقدر تلعب من العمق بتنوع هجماتك، فده اللي احنا شايفينه برضه في مباراه الاتحاد، واعتقد ان زي ما حضرتك بتقول ان ده هيبقى ليه دور كبير جدا في حسم نتيجه مباراه النجم الساحلي في برج العرب يوم 22. حته محمد هاني وهو البديل امام الكابتن حسام البدري، انا شايف ان محمد هاني لعيب متميز جدا، عنده طموحات، عنده من السرعات، عنده من الخبرات رغم صغر سنه، ولكن النادي الاهلي عنده ميزه ان هو لما بيعتمد على لاعب بشكل اساسي، يعني شفنا كلنا مثلا رمضان صبحي لما النادي الاهلي اعتمد عليه في سن ايه وبقى يشيل فرقه، ودلوقتي شوف رمضان فين. صحيح. شفنا تريزيجين كابتن حسام البدري ايده افريقيا وعنده 17 سنه، وكنا في غانا بنلعب مع فريق تشيلسي الغاني، كان تريزيجيه ما تمش 17 سنه وكان بيلعب اساسي في المباراه، وشوف دلوقتي تريزيجيه بسم الله ما شاء الله حول لك مسار المنتخب في مباراه الكونغو، وكان علامه فارقه في المباراه يعني لا تقل عن اهميه محمد صلاح في المباراه. حقيقي. اما تيجي تشوف محمد هاني النادي الاهلي شوف بيعتمد عليه بقاله فتره قد ايه، لدرجه ان الانديه بدات يعني الانديه الاوروبيه بدات تطلبه بشكل كويس خلال فتره الانتقالات اللي فاتت، والكابتن حسام البدري لو هو شايف ان اللعيب دوت مش هيبقى بديل متميز لاحمد فتحي، ودي النهارده شفنا احمد فتحي لما بيغيب للايقاف ما بقاش النادي الاهلي في الجبهه دي ما عندوش مشكله، لان انت عندك لاعب صاعد ولكن صاعد بخبرات بذكاء، لعيب عنده مهارات، لعيب عنده حلول، وشفناه في مباراه الاتحاد السكندري قدم مباراه طيبه، مع الوعد في الاعتبار ان محمد هاني بعيد عن المشاركات سواء مع المنتخبات، هو بعيد عن المنتخبات الوطنيه سواء مع الفريق الاول، هو بيكتفي بالمشاركات في المباراه الوديه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي بالاضافه الى التدريبات اللي بيتمرنها، كون محمد هاني يظهر بالمستوى دوت لا انا شايف ان محمد هاني هيقدر يسد الفراغ اللي خلفه احمد فتحي في المباراه، وان كان اللي احمد فتحي بيسيبه في الملعب بيبقى تقيل جدا 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 على لعيب بقاله 30 سنه، فما بالك محمد هاني، لكن انا بقول لك محمد هاني اداه قدود، وباذن الله الاهلي هيحقق فوز على النجم الساحلي في برج العرب. يا رب، يعني اكيد طبعا وجود محمد هاني في مستواه، ايضا زي ما شفنا ايضا حسين السيد وتالقه امبارح استاذ حسن، دي برده بتطمن الجهاز الفني ان انت عندك بديل كفء، أو أنا مش عايز أقول بديل، يعني لاعب كفء في حالة وجوده بيبقى مميز زيه زي أي لاعب أساسي، فبالتالي دي حاجة مكسب امبارح سواء بقى حسين أو محمد هاني، لكن تتوقع برضو نفس التشكيل اللي يبقى موجود في مباراة الرجاء، يعني أو التشكيل اللي هيبقى موجود في مباراة النجم هيكون موجود في مباراة الرجاء في الدوري؟ ممكن يكون في بعض التعديلات، ممكن علي معلول يرجع في ماتش الرجاء عشان برضو ياخد حساسية المباريات، لأن أكيد هو هيكون أساسي في ماتش النجم الساحلي. هتلاقي في بعض الاشياء طبعا هيركز عليها بشكل مختلف الكابتن حسام، زي ما قلت لك ده تبقى البروفة الاخيره بالنسبه لمباراه النجم، فانا اعتقد هيكون فيها بعض اللمسات الفنيه، ممكن مش هيكون فيها كشف كبير عن الاوراق اللي ممكن يلعب بيها امام النجم الساحلي، لكن بس الاهلي كان مفتوح امام النجم طبعا، بس برضه يعني
في بعض الاشياء اللي ممكن ظروف المباراه ما تساعدش عليه. يعني المستوى المنافس نفسه ممكن ما يساعدكش ان انت تخرج كل اللي عندك. في فرق بتلعب في امام الرجاء، الرجاء برضو المستوى اللي قدمه حتى الان ما يؤكدش او ما يميزش الفريق بشكل كبير، لكن طبعا كل الانديه بتلعب قدام الاهلي بشكل طبعا في اختلاف عن ما قدمته فيما قبل يعني. فانا اتمنى ان شاء الله تكون يعني بروفا جيده، تكون يعني بعيده عن اي ظروف معاكسه بالنسبه للنادي الاهلي، تخرج المباراه بشكل كويس. اعتقد ان الامور هتسير ان شاء الله يعني فنيا بشكل مختلف زي ما قلت لك بعض العناصر، لكن الاهم من ده كله يعني هي نقطه مهمه جدا، يعني ان لازم الناس تاخد بالها ان اذا كان الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا فهو بيلعب باسم مصر، يعني بيمثل مصر في هذه البطوله حتى الان، فلازم يكون يعني التعامل برضو يكون في اطار كره القدم، بعيدا عن الخشونه، بعيدا عن اللعب اللي فيه ايذاء للمنافس، تكون المساله مساله مباراه مفتوحه بشكل جيد تمتعنا حتى في الكره المصريه. ده مهم جدا بعيدا عن ان بتلعب الاهلي او بتلعب الزمالك او بتلعب اي فريق في الدوري المصري يعني. فنتمنى ان شاء الله ان المباراه ما تكونش فيها ظروف معاكسه وتساعد او الفرقه المنافسه تساعد الاهلي ان يخرج كل ما لديه في الاستعداد والتجهيز لمباراه النجم. وهو هدفه دايما حصد الثلاث نقاط في الذهاب النادي الاهلي، فبالتالي كابتن حسام لو كانت بروفا فهو هي كده كده هيلعب الفريق اللي كسبه مباراه يعني الرجاء. الرجاء لا ما اقول حاجه على حاجه، وانت هتلعب مع الرجاء انت الماتشات بتاعتك لازم تكسب كل مبارياتك. لما هتلعب مباراه نجم ساحلي مش ممكن او ما فيش حال من الاحوال ان انت تريح فرده اساسيه عندك، ده بالعكس بيتهيألي ان هو كان ممكن لو عايز يريح او لو عنده اتجاه ان هو يريح اي حد كان ممكن يتريح في مباراة الاتحاد، لكن مباراة الرجاء دي هتبقى البروفة النهائية لمباراة النجم الساحلي. واعتقد النهارده النادي الاهلي لما احنا بنيجي نتكلم عنه لو عنده مثلا 30 لعيب مقيد في القايمة، الاهلي بيخسر اللعيبة اللي مش مقيدة في القايمة الافريقية، لان اللعيبة اللي موجودة في القايمة المحلية لا تقل عن اللعيبة المقيدة في القايمة الافريقية. صحيح. كلهم نجوم. النادي الاهلي بيختار افضل عناصر بيتعاقد معاها، ولو عندك ناشئ صاعد او عندك لاعب صاعد بتصعده اكيد بتبقى فيه رؤيه فنيه معينه. فاعتقد ان حته ان يبقى فيه لاعب بديل او لاعب يعني مش جاهز دي تبقى مش موجوده في النادي الاهلي، بدليل ان احنا شفنا في البطوله العربيه النادي الاهلي لعب اكتر من 4 مباريات في البطوله العربيه وكان ظاهر بمستوى متميز وند قوي، لدرجه ان انت لما بدات خلاص تبتدي تشرك بعض العناصر اللي انت كنت مديها الراحه السلبيه الطبيعيه الناس زعلت قالت لك طب انت ما لعبت، مع انهم كانوا في البدايه بيقول لك الاهلي باسمه وتاريخه ما ينفعش يلعب بالبدلاء، مع ان النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها المفروض ما تقالش كلمه بدلاء. لاعبي النادي الاهلي هم افضل لاعبين في مصر كلهم طالما مقيد في كل مباراه وليها ظروف. فالنادي الاهلي انا شايف ان هو عنده قوام متميز يقدر يخوض بيه مباراة الرجاء ويعمل نتيجة كويسة دون إبخاص حق الفريق الرجاء، وبرضه يقدر يعمل النادي الأهلي مباراة طيبة أمام النجم الساحلي ويصعد النادي الأهلي للنهائي الأفريقي ويحقق حلم كل الأهلي. لا أنا عايز أكلمكم بقى ذهاب وحسن على مباراة النجم الساحلي. طبعا نتمنى يبقى لو هنبقى إن شاء الله في حلقة ونقدر نتكلم عنها بشكل أكثر، خلينا ما دام إحنا بنتكلم ورايحين ليها مباراة النجم الساحلي هي أنا بشوفها المباراة الأصعب في الفترة اللي فاتت كلها على النادي الاهلي والقادمة. يمكن الاستعداد واضح كان قوي من خلال طبعا فريق النجم هناك، لان اولا انت مطلع فريق تونسي قبلها بايام وكسب، يعني مش المرة الاولى انك تطلع اي فريق تونسي من تونس، فبالتالي كان الاستعداد قوي جدا بالنسبة للنجم. ايضا فوزه وان هو يجي هنا في مصر وهو عنده فرصة كبيرة ان هو يخرج بهذه النتيجة ويوصل للمباراة النهائية، اعتقد بتصعب الماتش ده قوي، خصوصا بقى انت كمان عندك اصابات احمد فتحي ان شاء الله، يعني نتمنى عبد الله السعيد يبقى مؤشرات بتقول ان هو يلحق يا رب بامر الله، لانه لاعب مؤثر. ايضا احمد فتحي وغيابه وليد سليمان اهو، كل الحاجات دي برضو بتصعب عليك المباراه بشكل كبير يا استاذ حسن. مفيش شك طبعا ان الماتش اللي هناك يمكن اصعب، كان اصعب من الماتش اللي هنا. يعني خلينا واقعيين، ليه؟ لان طبعا كان جاي بعد مباراه لفريق مع فريق من نفس البلد، وكان النجم الساحلي شايف المشهد الدراماتيكي اللي حصل وازاي ما فعله الاهلي مع الترجي برغم كل الناس
هناك كان عندهم ثقه ويقين ان هم الترجي هو اللي هيكسب بعد نتيجه مباراه الذهاب بالقاهره في اسكندريه والتعادل 2-2 واللي حصل من النجم من الترجي بشكل كبير. فالنجم كان داخل المباراه نفسيا متاهب ان هو يعني ما عندوش بديل غير ان هو يفوز على ملعبه. ثانيا نفسيا كانت على لعيبه النادي الاهلي برضو الى حد ما كان فيه يعني شده كبيره قبل هذه المباراه في مباراه الترجي، فبالتالي هذه الشده نفسيا كانت مأثره على اللعيبه. فكون ان انت بتلعب ماتشين في نفس البلد مع فريقين يعد من اكبر انديه هذه البلد وفي خلال 7 ايام، فانا اعتقد ان ده كان امر صعب جدا حتى ان انت تحاول تعالجه نفسيا. فالمباراه اللي هناك كانت صعبه جدا وبدنيا برضو لعيبه الاهلي بذلت مجهود كبير في ماتش الترجي، فاكيد هياثر عليهم امام النجم الصحي. ففي كل الظروف هناك كانت مباراه صعبه. على المستوى الحسابات اعتقد ما فيش يعني افضليه لفريق على الاخر، يعني برغم ان النجم هناك كسبان لكن هو عارف ان هو لو خسر هنا 1-0 خلص المباراه او الفوز بتاعه هيكون لا معنى له او لا فائده منه. فبالتالي المساله اعتقد هناك كان اصعب، هنا في اريحيه، في فتره مرت زمنيه اطول، اللعيبه حتى يعني نفسيا ارتاحت نفسيا، كان في اكثر من مرحله بالنسبه حتى اللعيبه الدوليين هم كانوا مشاركين مع المنتخب الوطني، وفي حاله حتى عامه على الكره المصريه بتاثر على اللعيبه، مع اكيد لعيبه الاهلي لا يكون وطنيه عن لعيبه المنتخب كلهم حتى سواء اللي في المنتخب او اللي غيرهم، فكل الناس عندها حاله نفسيه مختلفه عن الماتش اللي قبل كده. فكل العوامل انا اعتقد في تحليلها مختلف عن اللعب في مباراه الذهاب، فبالتالي المساله نفسيا وحسابيا ليس فيها افضليه للنجم، عشان ما يعني ما اعتقدوش ان او ما حدش اعتقد ان الاهلي او ما حدش بالظبط. فحسابيا حتى الفرص ما فيش افضليه لحد. الاهلي ممكن لو بصينا لها على مستوى الارض والجمهور هو اللي ممكن يكون عنده الافضليه، ان هو بيلعب على ارضه بيلعب باريحيه، المساله بالنسبه له حسابيا مش بعيده، يعني الفوز بهدف مقابل لا شيء ده امر سهل جدا الاهلي قادر على تحقيقه. فانا اعتقد الصعوبه هتكون على النجم مش على الاهلي، ولكن هذا لا يمنع من هذه المباراه تتطلب تجهيز نفسي مهم جدا، تجهيز اللعيبه نفسيا زي تجهيزهم بدنيا وفنيا، نفسيا هياثر بشكل كبير لان التهيب النفسي وخاصه انت اصبحت على بعد خطوه من الحلم، الحلم ان انت توصل النهائي او توصل كاس العالم، اصبحت يعني ماشي بمراحل جيده وخلاص المساله قربت بشكل كبير. فنفسيا امر مهم جدا ان يتم تجهيز اللاعبين. لو نظرنا فنيا ممكن هناك بعض الظروف المعاكسه اللي مأثره على الاهلي، غياب احمد فتحي، اصابه وليد سليمان، عبد الله السعيد، كل هذه الاشياء ممكن دول 3 عناصر مهمه جدا، وخاصه ان الاهلي بنى عليهم في الفتره الاخيره طبعا بشكل كبير جدا طبعا. تواجدهم في الملعب كان ليه دور مؤثر في المباريات السابقه، فبالتالي ده ممكن يكون ليه بعض المؤشرات بتقول ان عبد الله فيه بيتم تجهيزه ان شاء الله، ان شاء الله يبقى موجود ان شاء الله في مباراه. لكن اعتقد ان برضو العناصر الموجوده ليست اقل خبره وكيفيه وكل شيء طبعا، وان هي تؤدي الدور المطلوب بشكل كبير، ولكن الموضوع كله هيتوقف على ازاي ان انت تحقق هدفك باسرع وقت وباسهل طريق، هو ده اللي ممكن يتم الاعداد له بشكل جيد. استاذ لو عايز تعليق على مباراه النجم قبل ما انتقل لمحور ثاني. طيب احنا لما نيجي نبص احنا باصين لمباراه النجم نظره خاطئه. تعال نقارن نتيجه المباراه الاولى للاهلي مع الترجي التونسي والنتيجه الاولى للاهلي مع نجم الساحل، ايهما افضل للنادي الاهلي، التعادل 2-2 في برج العرب ولا الخساره 1-2 في سوسه؟ خساره 1-2. طيب النهارده احنا بس كلنا باصين او كلنا بنقيم النادي الاهلي اللي هو راح كسب الترجي في ملعب رادس، وان هو عمل نتيجه جباره ونتيجه محترمه، وجي بعدها بايام قليله خسر من النجم الساحلي في سوسه. بس ده انا بشوف ان هو وارد يعني انا مش طبيعي، ده مش وارد ده دي احسن نتيجه تقدر تعملها بره لعبت وعارف يعني ايه ان انت تروح تجيب جون خارج ملعبك، بتجيب جون في تونس صحيح، مش الجون ده هو ده يفرق معاك كتير، انت ما جبتش جون في زيمبابوي ولا ده انت جبت جون في معقل الدفاع، يعني الفرق التونسيه بتقفل ما فيش خالص، بتعرفش تتعامل مع تفك طلاسمها الدفاعيه. فنتيجه 2-1 في النجم الساحلي انا شايف ان قطعت بالنادي الاهلي 60%
نحو الصعود لنهائي دوري رابطة الأبطال. النادي الأهلي ليس أمامه الآن سوى أن هو محتاج هدف وحيد في ملعب برج العرب. تعالى لما نيجي نتكلم أن أنت اعتبر مباراة برج العرب دي هي المباراة الأولى، وأن أنت 2-1 دي أنت لسه ما لعبتهاش. المباراة الثانية أنت النهاردة عندك مباراة، النادي الأهلي هيلعب مع النجم الساحلي في برج العرب يوم 22، أول مباراة هنعتبرها مباراة الذهاب. أنت محتاج النادي الأهلي يعمل إيه؟ يكسب. صحيح. طب لو جاب جون أنت هتقول إيه؟ لا جون ده مش كفاية، إحنا محتاجين اتنين، محتاجين تلاتة، إحنا لسه عندنا مباراة في تونس. فما بالك أنت هتلعب ماتشك مش محتاج غير جون واحد. مظبوط. مع بتلعب بقى تحت إيه؟ فرقة عندها ضغط، هي جاية مش جاية فاضية، ما بتلعبش ماتش لسه أنت ما لعبوش الماتش اللي عندهم، جاية عندها ضغط إن هو داخل فيه جون هناك، فأي جون هيخرجه بره البطولة. فانا شايف ان النادي الاهلي حقق افضل نتيجتين ليه في مشواره. صحيح. في البطوله ديت امام الترجي التونسي وامام النجم الساحلي في سوسه. معاك استاذ ايهاب. خليني طب اروح بقى لمحور تاني، هو يمكن النادي الاهلي بعت للجنه الاولمبيه بخصوص اعضاء فرع الشيخ زايد ان هو في حكم قضائي اخذوه فرع الشيخ زايد او اعضاء فرع الشيخ زايد ان هم عليهم حق التصويت في الانتخابات، والنادي الاهلي بعت للجنه الاولمبيه بخصوص طبعا هل لهم الحق وراي اللجنه الاولمبيه في هل لهم الحق في التصويت في الانتخابات القادمه، فاللجنه الاولمبيه ردت وقالت ليس لهم الحق، فبالتالي ده حكم قضائي. يا استاذ حسن ايه المفروض بقى بيحصل او رايك ايه في هذه المشكله بالنسبه لاعضاء فرع الشيخ زايد؟ والله شوف، طبعا المفروض احترام الاحكام القضائيه ده امر واجب، وتنفيذها ده أمر معقد، امر ملزم. تمام، لان ده ممكن يعيد تاني ترتيب العمليه الانتخابيه او يدي مجال للطعن فيه، وده اللي بنقعد نعيش فيه كل مره بسبب برضو المسؤولين اللي قاعدين على الكراسي اللي بيقعدوا يتكلموا ويعملوا اجراءات خاطئه ويتحملها الناس اللي بتخش الانتخابات وتقعد يعني تضيع كثير من الجهد والمال والعرق ان هي بتحاول تتكلم عن برامجها الانتخابيه، وفي الاخر بعد ما يحظوا باحترام وتقدير الجمعيه العموميه واختيارهم لهذا المنصب، فتجد في النهايه يطلع لك ان هم بيعيشوا الفتره كلها بيحاولوا ان هم يعني يتكيفوا مع احكام هم ليس لهم ذنب فيها، وده حصل في الانتخابات الماضيه، وشفنا ازاي النادي الاهلي اول مجموعه اللي نجحت اللي بتدير النادي الاهلي لم يكن لها ذنب في شيء، وتعرضت لان هي تقعد اخطاء اجراءات واشياء كثيره تتحمل تبعاتها طول مده التواجد. يعني المفروض اللي جاي عشان يشتغل يعمل يركز في العمل والبناء ويحاول ان هو يقدم. صحيح. افضل ما لديه للموجودين في الجمعيه العموميه. الاجراءات والمسؤولين اللي قاعدين على الكراسي بيقعدوا كل واحد بيرد الرد اللي هو شايفه ويعمل حاجه اللي هو شايفها، وفي الاخر مين اللي بيتحمل تبعاتها؟ مش هو. هو قاعد عادي في التكييف ملوش دعوه بحاجه، يبعت الجواب، يبعت الاستدراك، يبعت الكلام الفاضي اللي بيعمله بدون اي وجهه نظر قانونيه. طب حضرتك دلوقتي لو الاهلي ما نفذش الحكم القضائي، طب ما هو هيبقى مدان. صحيح. صح ولا لا؟ يعني بالعقل كده طالما في حكم قضائي وجب التنفيذ. انت حضرتك عايز تبطل هذا الحكم، يبقى حضرتك تتجه بالطرق القانونية كلجنة أولمبية أو غيره وتحاول تاخد حكم مضاد وبالتالي الأهلي يلتزم بيه، أو توقف هذا الحكم فالأهلي يلتزم بيه. إنما الأهلي، طب الأهلي دلوقتي هيلتزم بيه بناء على ورقة منك؟ طب أنت حضرتك لا جهة قضائية ولا أي شيء، صح ولا؟ أنت بتنفذ المفروض الموجود عندك، فعشان تنفذ الموجود عندك بتنفذه صح، تنفذه صح. أنت دلوقتي ده حكم قضائي لا يوقفه غير حكم قضائي، ده اللي اتعلمناه أو عرفناه، ما يوقفوش جواب من اللجنة الأولمبية، صح ولا لا؟ فبالتالي انت وحضرتك ممكن تجبرني ان انا اقول ما لهمش حق التصويت وما يحضروش، يجي الناس تاخد حكم قضائي تبطل لك العمليه الانتخابيه اللي حصلت، ونعيش بقى في مجلس دوامة بقى. طب وليه؟ ما حضرتك دلوقتي انت زي ما اشمعنى اتحاد الكوره بعت له الفتوى والتشريع للرد ويرد عليك هل موقفه صحيح ولا؟ طب ليه ما سالتش حتى في الفتوى والتشريع ان هم يدوك فتوى بهذا المساله بهذه المساله اذا كان ده صحيح ولا مش صحيح؟ ليه حضرتك بترد عادي بسرعه على الخطابات اللي على مزاجك، واللي مش على مزاجك بتوديه الفتوى وتستنى لما يفتولك وتحل لما يحلولك وتعمل كل هذه الاشياء؟ صح ولا تمام لا؟ تمام. فده اللي انا بتكلم فيه، يعني بالعقل وبالمنطق بدون اي انحياز لاي جهه، احنا بنتكلم في ان ناس هتبذل مجهود في انتخابات قادمه، وهتتكلم في الانتخابات دي هتتكلف ملايين الجنيهات. ثانيا في ناس عندها طموح ان هي تدخل او تكمل مسيرتها او تبني في العمل داخل النادي الاهلي،
فانت ليه بتحاول تدخلهم في دوامه مستمره؟ ليه بتحاول حضرتك وانت قاعد على مكتبك في التكييف تبعت جواب لا هذا الحكم لا يلقى. طب ليه؟ طب حضرتك دلوقتي ايه السند بتاعك المنطقي او القضائي او اي شيء ان الناس دي ملهاش حق التصويت؟ يعني رد عليا بسند قانوني اقتنع بيه حتى انا كمشاهد صحيح. او متابع او اي شيء او خارج نطاق المساله ان انا يعني اعتمد رايك. هي المساله مش جوابات يا جماعه ان احنا بنقعد نبعت جوابات لبعض ونرد على الجوابات صحيح. انا دلوقتي في حكم قضائي، ما هو الداعي لابطال هذا الحكم او عدم يعني تنفيذ صيغته او الصيغه بتاعته القضائيه؟ هي دي بقى النقطه اللي استاذ ايهاب بحب اسالك فيها، يعني برضو رايك في الجزئيه دي. واعضاء فرع الشيخ زايد هيلجاوا لمين بقى؟ يعني الوضع ده ورد اللجنه الاولمبيه، اعضاء فرع الشيخ زايد هيلجاوا لمين؟ هل للجهه القضائيه ولا للجنه الاولمبيه اللي بتقول لا لا يسمح لكم بالتصويت في الانتخابات القادمه؟ هو احنا طالما امام حكم قضائي فيجب ان يحترم الحكم القضائي. القانون واضح وصريح في تنفيذ الاحكام القانونيه، واللي ما بينفذش الحكم القضائي بيعرض نفسه لتوقيع، يعني ان هو يتعرض لرفع جنحه عدم تنفيذ الحكم القضائي. فاعتقد ان النادي الاهلي النهارده يعني بيخلي ساحته. انت المفروض عندك انتخابات يوم 25 الشهر المقبل 30 ان شاء الله، هو فتح باب الترشح ان شاء الله هيكون يوم الاحد القادم لمده 7 ايام حتى 21 يوم 15، والانتخابات عندك اخر الشهر يوم 30. خميس يوم 30 نوفمبر. فاعتقد ان تصرف النادي الاهلي النهارده تصرف سليم، ان انت بترمي الكره في ملعب الجمعيه العموميه في ملعب اللجنه الاولمبيه، لان هي المنوطه بتنفيذ الحكم القضائي، لان هي المفروض هي المسؤوله عن هي النهارده احنا خرجنا من عباءه وزاره الرياضه واتقال وفقا لقانون الرياضه الجديد او وفقا اللجنه الاولمبيه المسؤوله عن الرياضه المصريه. فالنهارده الرياضه المصريه اللجنه الاولمبيه قدام اختبار حقيقي، انت نقلت الكره في ملعبها، المفروض اللجنه الاولمبيه بتحترم احكام القضاء، والمفروض ان اللجنه الاولمبيه تحسم الاشكاليه ديت، يعني تحسب الاشكاليه ديت قبل عقد انتخابات النادي الاهلي، عشان ما نروحش لقصه ان انت تيجي بعد الانتخابات ما تفرز عن مجلس اداره جديد. اي حد من الاعضاء الشيخ زايد لو اللجنه الاولمبيه اجلت الموضوع وخلته على جنب من غير ما تبت فيه، من حق اي حد يرفع قضيه. فالنهارده اللجنه الاولمبيه قدامها هي ما تقولش للنادي الاهلي انت ما عندكش حق، هي المفروض قبل ما تقول للنادي الاهلي المفروض هي عندها حكم قضائي تبتدي تاخد الاجراء القضائي. والله هترفع قضيه على الاعضاء بتوع فرع الشيخ زايد ان هي تحاول تواجه الحكم بتاعهم، تسال في الفتوى التشريعيه، تسال هل يجوز ان احنا نتجاهل الحكم دوت، لازم تبعت رد قانوني للنادي الاهلي، ويبقى الرد دوت عن طريق مثلا ألم المحضرين يجي للنادي الأهلي قرار رسمي ان اللجنة الأولمبية بتخطركم ان هي وفقا للحكم القضائي ده واجب النفاذ، لأن اللجنة الأولمبية بمقتضى القانون رقم كذا وكذا 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 قدمنا في اللجنة الإدارية العليا لإيقاف التنفيذ، وان احنا معانا كذا، وان النادي الأهلي إجراءاته الجاية وفقا للجنة الأولمبية انتخاباته هتبقى إجراءات سليمة، حتى لو أعضاء فرع الشيخ زايد لجأوا للقضاء لن تبطل الانتخابات المقبلة. ولكن ان انت النهاردة تيجي في النهاية، انا من وجهة نظري المهندس هشام حطب ده راجل يعني خيال، يعني انت راجل خيال مش راجل مثلا، ايوة انت مش راجل قانوني عشان تطلع تفتيني في القانون، انت راجل خيال وفارس واحنا ما شفناك كده طول عمرك. فالنهاردة اسأل، ابعت واسأل، النادي الاهلي مش نادي صغير، لو النادي الاهلي غلطان ابعت رد قانوني، انا مش انا يعني مش هقول لك ان انت صح، لا، الاهلي غلطان ابعت لي رد قانوني يامن موقف الاهلي في الانتخابات اللي جايه. الاهلي على حق، نفذ القصه مش عافيه، مش صحيح. انت واخد مثلا موقف يبقى الموقف عايز كمله كمله. النهارده احنا حته مش صوت عالي، النهارده تعالى انت صح، ابعت لي النادي الاهلي ابعت لك حكم قضائي، مش بعت لك قاعده عرفيه بيقول لك ده فلان الفلاني حكم عليك بكده، ده المحكمة، فانت رد علينا رد بالمحكمة، ما تردش عليا بورقة مكتوبة منك. فانت بتحط وبتعرض الرياضة المصرية الأزمة، لان المجلس اللي جاي للنادي الاهلي ايا كان المجلس الادارة لن يقبل ان هو يحل. فهتلاقي نفسك ان انت بتلجأ للجنة التحكيم اللي هي الداخلية، ولجنة التحكيم مش هتقدر تقف قدام احكام قضائية، هتلاقي نفسك بتطلع
للجنه اولمبيه دوليه، تلاقي نفسك بيتقال لك انت بتعرض الرياضه المصريه للخطر. طب وده كلام صحيح؟ صحيح استاذ ذهبي، يعني يمكن اكيد المشكله قائمه حتى الان، يعني واضح ان احنا بنخلص من جزئيه اللائحه الاسترشاديه وبنخش بقى في جزئيه ايضا اعضاء فرع الشيخ زايد والحكومه القضاء اللي اخذوا. اعتقد النادي الاهلي لما خلاهم يخشوا جوه التصويت على اللائحه كان بالحكم قضائي واحترام النادي الاهلي لاحكام القضاء في مصر. هو ايه المانع ان الناس ايه المانع يعني ان يعني الناس واخده حكم قضائي ان هم ما يصوتوش في الانتخابات؟ يعني ايه وجهه النظر المانعة ان انت كلجنه اولمبيه هيضيرك في ايه هذا الموقف يعني؟ يعني هيضيرك في ايه تنفيذ الحكم القضائي من عدمه؟ تمام. وخاصه الحكم ده قبل مثلا قانون الرياضه الجديد، فبالتالي لا ينطبق عليه ان كان في لجنه تسويه منازعات او غيره او غيره. يعني ما هو الدافع ان انت تعمل ازمه بلا لازمه؟ هو ده السؤال. يعني انا مش شايف منطق. هل هي المساله بقى يعني انت عايز تعمل ازمه للنادي الاهلي تحديدا؟ صح. ولا انت ايه الهدف؟ هو كل هيكشف ويبان في وقت من الاوقات اكيد. استاذ حسن بشكرك يعني على وجودك معانا، ودايما بستمتع بيك دايما. ربنا يخليك. فورمه انت بتتمرن ولا فورمه ولا حاجه؟ لا والله بتتمرن، شكلك بتتمرن كده. انا بتمرن، هرجع الملاعب. رايق هرجع الملاعب. ربنا يخليك معانا دايما باستمرار. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا ثلاث نجوم من نجوم النادي الاهلي الكبار، كابتن محمود ابو الدهب وكابتن رضا شحاته وايضا كابتن احمد ابو سلام، هنتكلم طبعا على النادي الاهلي والفتره القادمه، خصوصا طبعا المباراه القادمه امام النجم الساحلي. فاصل واستقبلهم طبعا في الاستوديو.